في الثانية الخمسين من انطلاقة المباراة. اللعبة ولا أروع من الأرجنتيني باولو ديبالا يهز الشباك ويفتح مدار التسجيل في الدقيقة الأولى من انطلاقة هذه المباراة. يا سلام على هذا الصغير الفنان المبدع الذي يقال بأنه سيغادر اليوفي في الميركاتو بعد هذه الكرة بين طنكور. وصلت الكرة حتى لباولو ديبالا وبابا بابا مراوغة رائعة بلمسة واحدة باليسرى سقط اثنان وبيمنى باليسرى. بادوين مازال عنده الكرة الآن من أمام كانسيلو. كرة صعبة والحكم هنا يقول ركنية لليوفي لكالياري. خمس دقائق لعب هدف للسف عبين نتاع اليوفي كلهم جواو بيدرو. الدفاع يخرجها كرة جول دخل كوستا كرة جول بابا با رائعة. كانسيلو وصلته دخل موش بتسلل كانسيلو مازال كانسيلو والحارس يصد هذه الكرة وينقذ الموقف في لعبة صعبة لصالح. يمكن أن يكون مهاجم فقط الكرة راسية هنا من بليس ماتويدي مرت على يسار الحارس أليسيو كرانيو راحت جانبي كوستا وين كابين طنكور كوستا كوستا لا 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 رائع رائع التوزيع هذه من دوغلاس كوستا في اتجاه كريستيانو رونالدو برجله اليسرى الكرة مرت سلامات. الدقيقة الحادية عشر درب لاعبي الكالياري لفترة قصيرة وراحت بعيدة على الجهة اليمنى يحاول يمر والتوزيع رائع مهدي ولمسة يد. يا سيد الحكم على فكرة في الفيفا تحضر في قانون في قوانين جديدة للعبة من بينها انه كل لمسة يد داخل منطقة العملية ضرب الجزاء سواء كانت متعمدة او غير متعمدة او مهما كان مثل هذه بعد ما يصدر القانون تصير ضرب الجزاء وينقصوا حتى من تقدير حكم المباراة. تقنية الفار قالت لي ضربة جزاء لا 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 قال ركنية. الحكم قال ركنية في نهاية المطاف اعتبرها غير متعمدة تماما. رائعة وتشيسني رائع وكاديات جول داريوس فريق كالياري. كرة في الركنية جواو بيدرو في التنفيذ عالية في القائمة الثانية صعبة وسط داخلة يرفعها هيلو في الخط الخلفي لدفاع اليوفي وصلت لبيانيتش بيانيتش والكرة البعيدة بعيدة كثير يا ميرا لام يا بيانيتش راح تسهل ضربة مرمى. يقول حكم المباراة فاتو باولو ديبالا مسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة. شوف الصراع موليتي وصلت بافوليتي غطي كورتو التوزيعة والركنية يقول حكم المباراة. رابع ركنية لعناصر كالياري بعد 30 دقيقة لعب هدف لصفر. بيانيتش يرفع كورة القائمة الثانية ميرالين بيانيو بنتنكور يصد من هنالك الحارس أليسيو كرانيو. كرة كانت صعبة رجعت لديتشيليو في المنبلة رجعت لداريوسنا هاي كرة جول خطيرة جول بابا بابا با جول. قلت لكم كرة جول جاء جواو بيدرو قال لي نعم. البرازيلي عدل النتيجة في الدقيقة 36 لنادي كالياري بطريقة رائعة جدا. جواو بيدرو يسجل أول أهدافه في الدوري هذا العام عفوا ثالث أهدافه في الدوري هذا العام. يا سلام يا سلام يا سلام. داريو سرناف في التوزيع بعيدة للأمام في اتجاه الحارس تشيسني يستلم دوغلاس كوستا دخل دوغلاس أرضية بابا بابا جول دوغلاس كوستا وتشيبيتيلي يسجل ضد مرماه جول ثاني ليوفنتوس. يا سلام يا سلام ويا سلام. هدف بنيران صديقه ضد مرماه. يا رونالدو وكأنك لم تسجل هدف التعديل جاء الهدف